ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم تيكا مسالة جدا لذيذ وبرضو سهل. والمقادير زي ما تشوفون: صدور دجاج مكعبات ومعجون زنجبيل وثوم، عصير ليمونة وزبادي، والبهارات عندي الجرام مسالة وكركم وكاري وملح وفلفل حار. ونسيت الصلصة، نحط ملعقة إلى ملعقتين صلصة على حسب كمية الدجاج، ونقطة ملون طعام أحمر عضوي بس عشان تعطي لون أحمر للتكة، بس هو هذا اختياري. بعد ما تبلت الدجاج راح أغلفه بالبلاستيك وأدخله بالثلاجة أقل شيء ساعتين عشان تاخذ الطعم، ويفضل ليلة كاملة وبعدين تطبخونها. وبعد ما نقع الدجاج بالتتبيلة نبدأ نشويه مع شوي زيت، بعدين نجهز صوص التكة مسالة. على ما ينشوي الدجاج معي نستغل الوقت ونسوي الصوص. بحمص بصل مع فلفل بارد وفلفل حار، طبعا الفلفل الحار حسب الرغبة عشان نبغى نجهز الصوص. بس هو تكة مسالة وهندي يعني لازم فلفل حار شوية، حاجة مش هتسطع شوية. بعد ما يذبل البصل عندي راح أضيف معجون زنجبيل وثوم وجرام مسالة وكاري وطبعا ملح، نحمسة عشان تطلع الريحة كذا، نبي نطلع الريحة. بعدين راح نضيف طماطم مطحونة ومعجون طماطم. أعشق ريحة المطبخ لو سويت أكل هندي، فظيع فظيع. الحين راح أضيف معجون طماطم وأحمسه شوي لين كذا ينحمس المعجون، بعدين نضيف الطماطم المطحونة. بعد ما تحسون إن طلعت ريحة البهارات ونحمس كل شيء، تضيفون طماطم يا مطحونة يا قطع ما تفرق، لأنه كله حينطحن، كل اللي تشوفونه هذا راح ينطحن. نخلي الصوص شوي يتسبك، نشيك على الدجاج نبي كذا يتحمر شوي عشان نضيفه للصوص بعد ما ينطحن. وراح أضيف كريمة جوز الهند، أو إذا حبيتوا حليب جوز الهند. أنا اللي توفر عندي كريمة جوز الهند، أنا حسب أني ما أخذ حليب، بس يلا مو مشكلة، حينطحن أصلا كله، حيطحن حيتاكل. خليه أصلا على طول يذوب. الحين راح أخلطه بالخلاط ونرجع للقدر. خلاص الدجاج تقريبا خلص، دقت واحدة، الطعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء خرافي. بس ودي كذا تحميرة بسيطة لها وأضيفها للصوص. هذا الصوص بعد ما أنت، الحين راح أضيف له قطع الدجاج التكة، خليهم كذا يكتسبون الطعم من بعض، ويتقدم بالعافية مع رز أبيض بالزعفران، رز أبيض سادة اللي ودكم. حطيت شوي من المرق على الصينية اللي شويت فيها الدجاج عشان أبغى يكتسب الطعم، ناخذ الطعم كله، خلاصة خلاصة الدجاج كاملة. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الصينية، بس انزل كل اللي فيها. ما لصق شيء كبل. خمس دقايق خلاص نطفي عنه ويكون جاهز للتقديم. نسوي الرز الابيض، عندي هنا رز بسمتي ابيض، حمست بصل ابيض عشان ما يغير لونها، لون الرز، وقطعه فلفل، وبحط شوي ملح، نضيف المويه المغليه يا دوبك تغطي الرز عشان ما يعجن الرز معنا. نضيف المويه يا دوبك تغطي الرز، ما نبي يعجن علينا، خلاص كذا كفايه، لانه راح يطبخ على بخار الرز اكتمه.
اول شيء خلي النار عاليه لين يبدا يتشرب الرز المويه، وبعدين نقصر النار ونكتمه لين يبدا يستوي الرز. وخلص تيكا مسالا، والريحه يا سلام. وهذا الرز الابيض مع الزعفران زينته بالبصل المحمر، بالف عافيه.